وللمزيد حول تداعيات الزلزال الذي ضرب كلا من تركيا وسوريا في اليوم الثامن بعد هذا الزلزال، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من اسطنبول الصحفي والكاتب السياسي التركي السيد طه عودة أوغلو، وعبر سكايب من اسطنبول السيد نورس العرفي الصحفي في شبكة عين الفرات. مرحبا بكما معنا سيد طه وسيد نورس. أبدأ معك سيد نورس بالسؤال حول طبيعة الأوضاع الآن، ما تزال الكثير من العائلات مشردة لا مأوى لها منذ تهدم المنازل في أكثر من مكان في الشمال السوري، والجهود ضعيفة سواء الجهود الأممية أو الجهود العربية والإقليمية المبذولة تجاههم، كيف تقيمون الأمور بعد مرور هذه الأيام؟ اهلا بكم وشكرا على الاستضافه، واهلا بمشاهدي الرافدين، وارحب بالاستاذ طه، اهلا به ايضا. حقيقه نعم، كما قلتم ببدايه الحلقه، الشمال السوري خذل، السوريون بشكل عام خذلوا من قبل المجتمع الدولي الذي كان متقاعسا ان صح التعبير، بطيئا ان اردنا ان نجعل التعبير اقل وطأة، كان بطيئاً إن لم يكن متقاعساً عن نصرة الشعب السوري طبعاً، أو إغاثة، ليست نصرة، هنا نتحدث عن إغاثة. طبعاً عندما نقول المجتمع الدولي طبعاً لا نقصد الجميع، بعض الدول ربما قدمت مساعدات، ولكن بشكل عام تحدثنا عن النسبة المئوية، فقد خذل الشعب السوري من قبل المجتمع الدولي، حتى الدول العربية، بعض الدول العربية التي ساهمت وقدمت وبعثت بفرق الإنقاذ التي دخلت وبدأت بالفعل بالعمل وبالبحث عن الناجين. الوضع في الشمال السوري مزري وصعب قبل الزلزال، ليأتي الزلزال ويكون بالفعل الضربة الصاعقة. طبعا لا نقول إلا الحمد لله وهذا أمر الله ولا أحد يعترض عليه، لكن للأسف هذا هو واقع الحال. يعني دعني أذكر شيء بسيط، أنا تأخرت عليكم وأعتذر لأني كنت في اجتماع لجنة إغاثة الطوارئ، نحن قمنا بإنشائها من أجل إغاثة أهلنا في الداخل السوري في الشمال السوري. قمنا بتجهيز منازل في منطقة عفرين وجهزناها ليسكن الناس بها. نأتي بالعوائل من العراء فيقولون لنا لا نريد أن نسكن بهذه المنطقة لأن هذه المنطقة تتعرض للقصف، يمكن أن تقصف بأي وقت. يعني حتى في هذه الحالة والناس في العراء نأتي بها إلى بيوت نقوم بتجهيزها الحد الأدنى، طبعا ليس هذا التجهيز. نعم. منازل من تبقى مشكلة نعم الإرهاب تجاههم، القصف. نعم. لا يريدون أن يسكنوا بها خوفا من القصف، إذا الوضع مزري. وصلت الصورة، وصلت الصورة سيد نورس، أرجو أن تبقى معي. أنتقل للأستاذ طه. علماء الزلازل يصفون زلزال تركيا بأنه الأكبر في تاريخ البلاد من حيث المساحة والعمق والشدة، وهنا يثار السؤال بعد أسبوع على هذه الكارثة، هل نجحت الإدارة التركية حتى الآن في إدارة الأزمة واستطاعت بالفعل أن تسيطر عليها؟ تحياتي للجميع. في البداية من دون شك حدث عن كارثة إنسانية، كارثة كبيرة للغاية. رئيس تركيا رجب طيب أردوغان تحدث بأنه هو زلزال العصر أو زلزال القرن. هناك كما تعلم كارثة شهدتها تركيا في 99 أغسطس 99، كان الضحية، هناك الضحايا وصل يعني ما يقارب 17,000. الآن نتحدث عن كل ساعة هناك تصاعد وزيادة في عدد الضحايا، نتحدث عن هناك 10 مقاطعات طالت هذه الكارثة، هناك نتحدث عن أن هناك يعني عوامل لوجستية مناخية هي عرقلت بشكل كبير عمل الحكومة. الحكومة التركية في البداية هي كانت هناك حالة من الاستنفار من قبل الحكومة التركية في اللحظات الأولى. وزير الداخلية توجه، رئيس الأركان، وزير الدفاع، رئيس أردوغان كما تابعنا اليومين الماضيين، هو جال على كل المناطق وطمأن الشارع وطمأن الشريحة المتضررة بأن تركيا سوف تعود هذه المناطق أو هذه المباني مرة أخرى، ووعد بإقامة مساكن خلال عام. نعم، نتحدث عن صعوبات، نتحدث عن تحديات صعبة، ولكن كما أشرت لك هذه الكارثة هي فاقت
كل الكوارث، يعني هي تصف الكارثه هي الاكبر في نعم. يعني التاريخ صح التعبير. هناك كارثه اشرتك 99 فاقت ثلاث اضعاف حدث عن هناك ظروف اقتصاديه مرت بها تركيا، خرجت من جائحه كورونا. حاليا الاقتصاد التركي بدا بالتعافي، جاءت هذه الكارثه لتدمر كل شيء، ولكن هناك حرص وتصميم واراده من قبل يعني الرئيس اردوغان، وهناك التفاف من قبل الشارع التركي، على الرغم من هناك نعم لاحظنا حاله من الغضب والسخط من قبل بعض المواطنين، وهذا من حقهم في ظل حجم هذه الازمه. هناك من يريد ان يستغل هذه الازمه، واقصد هنا المعارضه التركيه التوظيفه لاغراض سياسيه، ولكن بتصوري اعتقد تركيا سوف تقوم وتعود من جديد. هناك كوارث كانت طبيعيه، وهناك كوارث كانت فيما يتعلق بالانقلابات التي شهدتها، ولكن تركيا نعم. استطاعت يعني ان تتجاوز المرحله الصعبه. نعم، نتمنى ذلك. استاذ نورس، فيما يتعلق بزياره الامين العام للامم المتحده، مساعد الامين العام عفوا، من الحدود التركيه السوريه، اكد على توافد ووصول قوافل المساعدات والاغاثه الى الشمال السوري. ما طبيعه ذلك؟ هل تؤكدون هذا؟ وهل المساعدات التي وصلت متاخره جدا هي كافيه باعتقادك؟ نتحدث عن مساعدات بدأت بالفعل دخول المساعدات، ودخلت شاحنات التي تحمل المؤن وتحمل البطانيات وتحمل المساعدات، وزار مساعد الأمين العام، واليوم في مدينة عفرين تحديدا كان هناك وفد من الصحفيين الأجانب زاروا المناطق للوقوف على الواقع. ولكن بعد ماذا أستاذ؟ الآن مهمة هذه المساعدات لإغاثة الناس الذين أصبحوا في بلا مأوى، دمرت منازلهم، ولكن بشكل عام هناك تآلف، هناك تكاتف، الناس فتحت بيوتها وآوت الناس واحتضنتهم، ومن لديه رغيف الخبز اقتسمه هو الناس المحتاجين. الداخل السوري كان بحاجة إلى معدات ثقيلة لإنقاذ الأرواح التي كانت تصارع الموت تحت الأنقاض. لا يريد الآن المساعدات التي وصلت متأخرة، التي وصلت بعد ماذا؟ كنا نريد المساعدة بالمعدات الثقيلة، المساعدة بفرق الإنقاذ المدربة، المساعدة بالأمور بالوسائل التي تنقذ الأرواح. هذه المساعدات وصلت متأخرة، ولكن المساعدات الأساسية التي كان يحتاجها الجميع لم تصل مع الأسف. وعندما نتحدث هنا أعود وأؤكد بأن هناك أطقم من عدة دول، لا أريد أن أذكر دول وأنسى دول أخرى، طبعا قطر، السعودية، الجزائر، كثير من الدول أرسلت فرق الإنقاذ والطواقم ودخلوا وبدأوا بالمساعدة، ولكن الكارثة كانت كبيرة. البيوت في الشمال السوري صحيح قوة الزلزال لم تكن كقوته في تركيا، وحجم المنازل لم يكن بحجم الكارثة في تركيا طبعا، وتركيا وسوريا المصاب واحد، لكن البيوت كانت معرضة للقصف وكانت متضاضعة بسبب القصف، فتهدمت تلك البيوت. المساعدات التي وصلت الآن، نعم وصلت سيارات مساعدات، وصل وفد من الصحفيين، ولكن للأسف وصلت متأخرة، فكان الأولى إرسال المساعدات التي تنقذ الأرواح، تنقذ الناس الذين كانوا يصارعون الموت تحت الأنقاض. فالمساعدات وصلت ولكن نعم متأخرة جدا. أستاذ طه، منذ اليوم الأول تقريبا كان للمعارضة التركية موقف اتهام تجاه الحكومة، اتهمتها بعدم التعامل المهني والمخطط لمواجهة الأزمة، وفي الحقيقة بعض المراقبين يقولون أن ذلك لا يعد كون مناكفات سياسية، لأن أداء الحكومة تجاه هذه الأزمة كان منذ اللحظة الأولى وحتى الآن أداء كما قلنا مهنيا، وتعاملت مع الأمور بشكل جدي وبشكل مهني جيد. ما رأيك في هذا الموضوع؟ كان المعارضة هي تريد الاستفادة من أي أزمة وتحولها إلى فرص، وخاصة العام الماضي كانت هناك أزمات في تركيا، تحدث عن الأزمة الاقتصادية استخدمتها وظفتها الأزمة السورية واللاجئين السوريين
استخدمتها وظفتها في سنوات عديدة، تم سحب هذه الأوراق. حاليا فرصة كبيرة بالنسبة لها، ولكن هي حاليا لا تريد، يعني حاليا خاصة نحن نتحدث عن أزمة أو بعد إنساني بشكل كبير، لا يتحدى تركيا فقط، ولكن العالم كله يتضامن مع تركيا في هذا المحنة. ولكن أن تخرج المعارضة وتتحدث، وهذا أعتقد هذا نقطة معيبة، لاحظنا أن هناك السياسة حضرت بقوة منذ الأيام الأولى عندما تتحدث زعيم حزب الشعب الجمهوري يتهم الرئيس أردوغان والحكومة أو زعيمة الحزب الجديد أردوغان تتحدث عن الانتخابات والناس تحت الأنقاض، فأعتقد هذه هي تعتبر يعني وصفة عار بالنسبة لهذه الأحزاب، وخاصة هذه تسجل في دفتر الشارع، والشعب التركي سوف يصوت بعد أشهر قليلة إذا عقدت أو أجريت انتخابات لإجراء هذه الانتخابات، سوف يصوت للشخص أو الجهة التي هي وقفت بقوة في هذه الأزمة وفي هذه الكارثة التي طالت تركيا. نعم، أشكرك جزيلا سيد طه عودة أوغلو والسيد نورس العرفي، شكرا لكما.